والله عندي كحل مريض. تو شنو تو شنو مش ناوي تعمل عقل؟ ايش عندي عملت لك؟ ما فيش دواء، ما فيش دواء. انت تحب تعاند معناها مكبش، مش هذا الصحيح. بيه هاي عاندني في هذه ملك انكراج. يا عاند امشي يا هيا ما تنجمش ها هاي قوم اخرج قوم ما ناثر اليوم اقتحنا عمل سحر الفول. سحر الفول اللي يعملوه بافتريقيا هو معروف انه من اقوى انواع السحر. يا لطيف شو الشيطان طبعا هو يكون يستجيب معهم وبس يصير متحضر هذا الشيطان يجيبوا له زي كوب من العشب اللي يسوي اياها وهذا الشيطان يكون يركز معهم. يا لطيف باي 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 يركز معهم بشكل واضح يشطح الشيطان. بس اذا بدكم شرح مبسط عنه لا تنسوا تكتبوا لي اذا بدكم مقابل زلنا نعيش ونشوف نقول لك الشيطان يشطح ازاي فك علينا قل له الشيطان يشطح ناقصين شوات النحل. يا لطيف تلطف بينا شيطان يشطح باي 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 برجولي شي يخوف. مسكين ركبت له الرعب وسحل الفود والمدري مسكين بابا انا قلت له مفجوع. شنو الهمة ذي؟ ليه ما عاش فيه؟ تفل راقد مع نقص بدري. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير ماضي ساعة. مال عشية الخير. هاو فاش فيها لحنتي يا راقد يا تاكل يا في التواليت يا تسايب في الذمار نتاعك. وشني سبيدري المعنكو هذاك شني؟ حاجتي بيه. يا ولدي اش حاجتك بيه سبيدري في فرشك معنكو تشي الخمج هذي. يا بابا ما تحشمنيش قلت لك حاجتي بيه علاه فيقت. وينو تليفون؟ انا وين نعرف عليه تليفون؟ مش قلت لي البارح في الليل خليه عندي؟ ما هو بيت عندك التليفون ما حطيته. اي ولا بالرسم. لحظه نطلبك وتبع الصوت.
تليفون في الفريجيدير يا ربي تليفون في الفريجيدير يا ربي باش نعمل معاه هنا فين ايش نعمل معاه يا بابا لقيتو باب باب الله أكبر وي هاي كيفاش مبا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر إيه ما تفهمنا المرة اللي فاتت ديجا البروغرام عاملينه عنا برشا تهاو مالا مريقل بعد نمشو نعملو كعبين اي باهي باهي فرشك ديجا وخرج من بحر وصحيت من بعد نمشو هاي الحوت عنده اي ذاك ذاك نمشو نعملو كعبيت حوت صاحبي من بعد كعبيت حوت واضح يا دينا حود يا دينا حود يا دي بابا بابا تخلى علي انا قلت كعبيت وتخلى علي حود يا دي نعملو كعبيت بيرة 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 تعلم بيرة تعلم انا الحب بيرة 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 تعلم كي تتعلم يجحب بيرة يا محيرني تبعك يا مليا من كاس عذاب بيرة 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 يربي يربي يا ولدي انا قلت كعبيت بير بابا تخلى عليا سكر فمك هادي بعد باش نسكروا فيك راني باش نرقد رد بالك تعمل حس راني تعب نحب نرتاح يا رقد على روحك ديجا علاش باش نحسس يا هاني نبهت عليك تهنى قلت لك التلفزه هكا صفا ولا النقص هلا امريكي التلفزه هزنا عليها النوم اسكت انت برك هيك هاو مال امريكي هذه لولا ولا ما عملت شيء سكر فم هذه الثاني يا بابا والله الكوموند واحد وانا ننزل وهو يعمل حس الكوموند واحد وانت تنزل وهو يعمل حس هي فرانز انزل ها الثانية ماي كل ما ثنيت أصل نجدك ضم كل ما ثنيت ونفتس يزر لي أنص يسلم القسطين أعدد فرضي عدد فرضي ليه ليه بابا بك عدد فردي مش فرضي عدد فرضي مش تعاندني عدد فرضي ما عنده حتى معنى راو اسمه عدد فردي سكر فم شكون علمك انت؟ انت كنت تعرف ايه وبا اصلا كنت تعرف الواحد والاثنين والثلاث ما كنتش تعرف حتى شيء انا اللي علمتك وانا اللي ربيتك وانا اللي قريتك وانا اللي وكلتك وانا اللي شربتك وانا اللي عملتهم لك الكل تو باش تجي تعاندني فرضي هذيك ليه هذي فهمتني بالغلط راه مانيش قاصد نعاند ولا ما اما راه عدد فردي معناها غلط عدد فردي ما تجيش ما عندها حتى معنى بالله ما انت مازلت تعاند معنى اخرج اقلب منظر اخرج ايه هاني خارج هاني خارج مناظر علم وحل فيه
اما راهو عدد فردي ماهوش فردي. برج وليا بعد السنه لازمني نذبح ولا دكعني دي سياله ما فيها شيء. هكا تشدو تحبط له راسو تحط سكين على البلحوح تعطيه نازله. لا 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 ستة معدل كعبرو بيا زعما كعبرو بيا 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 الناس الحاضر ما يعرف ليه قابل ايه 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 ما الله الا نعرف انت عشان هذا بعده معناه اي هذا قديم عيدك مبروك علينا وعليك سلم لنا سلم على فين عيد باين ولاد الحومه انت بتلقوا اي حاجه ديما يجيبوها سلم لنا على فين بوس فيك بوس بوس سلم عليكم بوس كل عيدك مبروك يا الله باين وليدات باين يعطيكم الصحه بس نفكر ازاي بلدان ستة ستة سلام باب الكبش يدور الكبش يدور وجرونون الطاحة يا جزار ويا عمار اذبحوا بالراحة هيك عندك صوت بابا ما في باليش الكبش يدور الكبش يدور عمارك السبة تغني أول مرة تغني يا جزار ويا عمار بابا فهم اذبحوا بالراحة بابا كنت تذبحوه العلوش ما عاش وقت راه العلوش باش تذبح العيد الجاي ماشي باش ناكلو سنين باش ناكلو لك راسك
حاسك عامل عاملة ما عرفتهاش شني. وكان نفيق بيك وانا مرمضن. يا ما نفش فيك غشي. زليبيا خارة أهلا بحبي صبا جاوك بين ايه هكاك داخل تفضل اش تحب نلوج على كاسكاتي مش هنا كاسكات كخرج علي تي اخرج باهي هاني خارج حبي شقتلي وليدي ما شفتش تليفوني خليته غادي قبيل ليه امي ماهوش هنا ادراش كون هز الو فاكر ما ريتش فيست نتاعي حطيتها لنا قبل ماريتوش 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 يا اخي كل شيء حطيتوه هنا ما فما كان البيت هذي ايش بيك تعايد الو انا متاكد ان الكاسكيت حطيتها لهنا اخرج 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 يكسر لك اخرج الو اوه باش نقوم نكسر لك راسك خاطرك رخيص وما تحشمش اخرج عليك سكر فم. مشاكل في وسط يد الأسماك. يريد هؤلاء السويس. أبوش نطلب لك الراجل.
أنت تسمعوا بذنيك وقت يشكو في الفيلم. ما أنا باش نسمع بعيني. تسمعوا بعينك، ما أنا ما تسمعوش بعينك. قول أسمع بعينك. نسمع بعينك. الو اهلا بيه عباس اسمعني بالله عندي طفل قلقني يا عند فيا على كوبر في وقتاش بالله وقتاش كوبر في اي لا شو يا عند فيا من قبل عملي ما تلات هاي حاسينو هاي حاسينو في الامان هاي قلت لك الاربعة كوبر في ولا انا قلت لك الاربعة بابا انا قلت لك الاربعة باهي انت كيفاش صحيح لما تلاف اقول لبوب قدم افضل ما لديك بس باي ما دام طلع على اربع نساش نخرج لكن اتعلم امرك قرر لن يكون المطرح حقيقتك ايش قد الوقت لا اعرف معناه ما كش خارج باهي باهي صحي يا لطيف على الومي يتصرف الطفل يا رب ان شاء الله ما يفيقش كيفاش تعب بابا 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 ما يمشيش مخك لبعيد ها شنو اللي في ديك هذاك سي سيجارو اما مش حقيقي راهو كشكلي عرفتو سيجارو شكلية ذاك كليت كل تستبلح فيا ليه ليه حشيك هكا تاو تتحب ناكلو قدامك باش تصدقني حط في فمك ايه ها ها شكلي ها It's on the way home from work. Wasn't with fireworks. Nah, this was more like something you read about in the Bible. And it looked like a flash. Bright red. It's like an explosion from what went wrong. تفرج بابا تفرج ديما معناها تلعب يا تتفرج في التلفزيون جي الصباح نلقاك تلعب نص نهار كيف كيف خلي عاد العشيه ما قال حد الحال يا اخي ما تقروش يا بابا نقرا نهار بعد نهار اي ليش نهار بنهار عندك ثلاث ايام تو كل يوم في وجه نهار كامل مولاي يا متى ذا نقرا نهار ونتاح التسايير تبارك الله تبارك الله يا حسره علينا قبل كيفاش كنا نقرا يا حسره انا قبل كي كنت ناطرة كنت نشقها بحور وبرور وديان وصحاري خبيت هضوب جبال وسوالي عطشت في الثنية نشحت كلاوية وقلت نورمال خاطر ما مشيتش بكرهبة على الكياس مشيت ببوت وحفزت على العقارب والقزاز قطرت السماء في الثنية طبعا الركايب ومازالت جبدة اللي هي حتى كي دخلت الكلاس ركزت مع المسكات مش مع بنت كلاس يا عربي حسر على عربي يا حسر على بنت الليسير حشامة لعيونها ما تتهزش من الأرضية ويا حسر على بنت الليسير اللي جاية تقرا مش اللي جاية تحل في التقنية يا بابا رانا في 2020 تحكي لي على الستينات والسبعينات كل وقت يا اخو وقت ايه عندك الحق اما كهو نحن قبل ما كانش عندنا شيء ذيك الترنديف في الليسيات وك المواضيع تحت حسمس وك الدخان وك هكا كيما قرايه كهو نحن عينينا من قدام نهزوهاش ونقدروا ونحترموا ما نفصحوش لحظة نشوف شكون في الباب راني جاي تنكمل نحكي لك اوه لا 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 اوه لبسي منى لاباس وينك يا ولدي يا خيبة وينك والله يا وحش تفضل 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 والله دلالك تفضل يا ولدي مرحبا بيك تفضل زادتنا البركة يا زيد تفضل 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 سيمون مرحبا بيك مرحبا بالدار خويا تفضل الله تسعيد اجا سلم على عمك ايش ولي سلم على عمك ولدي به هذا يا ولدي ربي يشكر رجاله شوف الزهر يا سيمون عند برك الله توا برك كنت نحكي له على القرايه سيدي هذا زميلي من قديم الزمان كنا نقراو مع بعض وبالزهر كنت نحكي له على القرايه قال له في القرايه توا قرايتنا نحن قبل
ما عادش يتقارنوش حاجه من ولا العقل. حكي له سيمون عم بقول له نحن قرايتنا قبل كيفاه كنا قبل انا وبوك من انجب نجابات من انجب نجابات. شفت القرايه هذه ما ندخلوش نقرا خلاص. سيمون هذه القرايه تشرب قهوه سيمون جيب لك اسمي جيب لك اسمي لا تشرب حاجه انت سيمون ميساج ميساج غير تاع بروح مش مشكل. شفت القرايه هذه ما نعرف وش الجمله ساعة هو شكان معذب المعلمي ولا سيد الدخان يرحي ثلاثة باكوات دخان كل يوم كيف جملة كيف شو تو سيمونة سيمونة لحظة برك مزيت وحيد تفرش في الماتش سيمونة ماتش ماتش تاع البارح خرجت من اثنين من اثنين سيمونة اي تعال لا اي 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 نكمل عبارة عن ماتش هذه زيادة عن ماتش كان واحد من هبلت اسمها عربي 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 اي نعم فهمتني وكان شنو سيمون عم تو سيمون عم اسمع لا وليد لا تفهم سيمون يا والدي سيمون عايش احترم روحك احترم روحك سيمون احترم روحك سيمون يا ولدي يا فيك سيمون عم احترم روحك تطيح قدام ذري ولا وتزاد قلنا حيلك زد والديك انت من بعد زد قولي باش تكذبوك وتزاد واحد ما تعرفوش جدا وقوم اخرج من دار قوم اخرج من دار سيمون عم تعرفني انا كنت غشش من قبل قوم اخرج سيمون تفضل اخرج سيمون اخرج